شعار وضعناه عن طريق ساعة هنا يعبر عن نمط الوقت والدقة والتفاني. يا سلام. والتفاصيل ما شاء الله. طبعا الدقيقة والثاني صار أيضا من الخلف عليه وقانون المجموعة هو الدقة والعمل الجماعي، يعني العمل الجماعي مصحوب بالدقة والإتقان وليس العشوائي. طبعا راح نبدأ برئيس المجموعة عبد العزيز العصيمي والمقرر عبد الإبراهيم العصفور وفيصل السرهيد اللي هو النقاطي والعبد الفيصل نطوع اللي هو مسؤول رقم المجموعة والتجهيزات وهو محدثكم اللي هو عبد بن الشدام والمقابل ونسق المسؤول يعني، وإن شاء الله نكون يعني على قد المسؤولية إن شاء الله. وعندنا برضه الشعار اللفظي اللي هو فكر بشكل مختلف، ابتعد عن العادات التقليدية المستهلكة، يعني عطي شيء جديد فيه عمق زي ما هو في الوقت، الوقت فيه عمق فيه تفصيل فيه دقة، ابتعد عن الأشياء التقليدية لا أكثر ولا أقل. يا سلام رائع ما شاء الله، تفسير قوية جدا ما شاء الله.